طبعا ذهب هذه جوهرات. يلا يا رجيها، ايش رايكم يا متابعيني؟ مره جنن. يلا صلي علي، شوف كيف الانوار حقت بلوزه ربا. يلا يما دوري. يلا افتحي لي معك. يلا شكله كذا. لا شوفي بينفتحي لنا شكل هذا كذا، ينفتح من هنا. والله اني قمر. يلا افتحي، افتحي انت يا قلبي كذا. انا حقك انت يا عمري، عادي افتحي لي. واو that is so pretty. اوه انا شفت هذا زي الاسوار نيكلس. وشوفوا هذا هنا الماس، يجنن زي حق كروانتي، زي كذا اللي انا اشتريته لك، زي هذا بس انت ساده. ايوه بس نفس هذا. واو يجنن صح. ايوه روعه. طيب كمان هذا، او هذا ممكن نفتح هذا. اوكي فتح. هنا سلمكم الله، هذا حزام بلت. ايوه هذا حزام، هذا الصغير بلت. لا هذا البروش حقه. حق ايش؟ البروش حق الحزام. ما في داعي افتح الحزام، حزام الكل يعرف الحزام. يلا طيب. وكمان اشتريت لنفسي ايوه كمان هذا حزام ثاني. ايوه بس شايفين دلع نفسك. وكمان بوت، اشتريت بوت يجنن عجبني. بوت ايش عجبكم، الاسوارة ولا النكلس ولا كلها؟ انت يا ربا الاسوارة النكلس عجبني، كلها تجنن.